مشهك. أنت القدوس مستحق وحد كل الكرامة. هللويا أنت القدوس كل الكرامة والسلطان. نأتي لك يا ربنا نهدي لك إكرامنا ونطرح أكليلنا أمام عرشك في. نأتي لك يا ربنا نأتي لك مستحق كل الإكرام أيها ونطرح مستحق ليك المجد. هللويا أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان. ما أبان أيوة كل الكرامة نعظمك نباركك نعظمك نعظمك نباركك نباركك. أنت القدير رب مشير أنت العلي لا سواك. نعظمك نعظمك نباركك نباركك. أنت القدير رب مشير أنت العلي لا سواك. أنت القدوس أيها كل الكرامة والسلطان. ما أبهاك ما أبهاك. أنت القدوس مستحق وحدك يسوع أشدو وأنشد. يلا عظم الرب معي. دعوا الملائكة له تكسو دعوا الملائكة وتسبو. وتوجوه وتوجوه وحده ربان على الكل. وتوجوا يسوع وحده ربان على الكل. أمامه وتوهب يسوع وحده ربان على الكل. على الحب لكم وحب. شكرا ليك يا سيد. إذن إليه كلكم سيروا وعجلوا. إذن إليه كلكم سيروا وعجلوا. يلا رنم معايا من قلبك. ونرنمه للسيد.
سيدي تتويك يسوع ربنا على الكل ونبتغي تتويك يسوع ربنا. يلا قول مرة تاني أقدام المسيح نكسو بالإحترام وعند أقدام المسيح نكسو بالإحترام. تعال نعظم الرب أما نقعد. شكرا ليك من كل القلب يا رب. تفضل استريح. يستحق ان احنا نعظمه ونتوجه ملك وسيد ورب على حياتنا. عايز اقول معاكم مزمور 150 هللويا سبح الرب. عارفين المزمور هنا زنقنا في حتة فكرت فيها فترة نفسي مش عارف اعملها ازاي، يمكن انتوا تحلوها معايا. سبحوه حسب كثرة عظمته، حسب كثرة. طب مين فينا يعرف يجيب حسب كثرة دي؟ بس عارفين بره ورحمته وصلاحه ياخد القليل اللي طالع مننا ويوصل له كأن عرفنا نقدم حسب بره وحسب كثرة رحمته. تعالوا نعظم الرب. هللويا 150. نفسي نملى الأجواء الروحية والاجتماع بالهللويات الخارجة من قلب وإحنا بنعظم الرب. هات لنا المزمور نفسه لو ما لقيتش الترنيمة. مزمور 150. هللويا 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 هللويا. مرة تاني يلا. هللويا 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 هللويا. سبح الله سبح الله في قدسه سبحوه في ملك قوته سبحوه على قوته سبحوه حسب كثرة عظمته سبحوه. هللويا سبحوه بصوت الصور سبحوه برباب وعود سبحوه ورقص بأوتار ومزمار سبحوه بسنوج التصوير سبحوه سبحوه بسنوج الهتاف كل نسمة كل نسمة كل نسمة فلتسبح الأشعار لاسم المسيح قولوا هللويا. قول يا شعب الرب هللويا 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 لاسم المسيح هللويا
سروره نهتف في حضوره. أيوة حمد وتمجيد قولوا قولوا هللويا هللويا. صوت جميل جدا عظم الرب. هللويا يا 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 هللويا لاسم المسيح. هللويا لاسم المسيح. مين زي إلهنا؟ هو فرحنا بقى هو فرحنا وهدف أهدافنا ومع بعيوننا هنشوف آيات. قولوا هللويا 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 هنشوف آيات. هللويا هنشوف آيات. هللويا. مين يعظم الرب معايا؟ قولوا شكرا ليك من كل القلب يا سيد. ليك كل المجد، ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطان سيدي. تعال نقول الكلمات الحلوة دي وإحنا بنعظم الرب. جناب القسيس في البداية كان بيتكلم لينا إن إحنا في برية أرضها شمسها حر. أيوة شمسها حر جدا، بس وسط كل الكلمات الحلوة دي لما نعظم الرب ونعلن صلاحه بنعدي في وادي الدموع أو وادي البكاء بالحمد وبالتسبيح وإحنا بنعلن صلاح الرب. فالمؤمن عايش السماويات على الأرض، فيبقى بيسبح هنا، وكمان لما الرب يجي تقولوا أمين نطلع نسبح برضو فوق. تعالوا نكمل مع بعض. ليك المجد وليك القوة السيد. ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطان، يلي مرحمك سندت جوه وادتني اطمئن. يلا قول معايا. يلي مرحمك سندت جوه وادتني اطمئنان وسط الليل الدامس. ايوه وجودك لامس، تيجي بصوتك الهامس، انا جنبك لا تخاف، تبعت رحمه وخير يمشوا معايا السير وجهك لما يسير. شو معايا السير وجهك لما يسير يطرد كل جفاف. ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطان. ايه ليك المجد يلي مرحمك سندت جوه وسط حروب وغياب. وسط حروب وغياب تفتح انت بعد لي غرام وتكفي وتجود رغم المستحيلات، تيجي باستجابات وتعدل أزمات، يعدل أزمات في اسم الرب يسوع. وسط حروب وغياب تفتح انت الباب، تبعت لي غرام تعدل زمان أصلك غير محدود. ليك المجد وليك القوة لكل السلطان يا سيدي. يلي مرحمك سندت جوة وادتني اطمئنان، دمك على أبوابي يلي دفعت حسابي، حقي وعقابي شلت انت ووفيت. انا مديون لجراحك جلداتك وصياحك، جيت وديتني صباحك وبدمك خطيت. دمك على ابوابي يلي دفع يا سيدي. انا مديون لجراحك جلداتك وصياحك، جيت وديتني صباحك وبدمك قطي. قول يا شعب الرب. ليه كل
واديتني اطمئنان. اتكالي عليك يا سيد، اتكالي عليك، انت بترفع وانت تقيد. اتكالي عليك، قول معاي. اتكال عليك يا سيد، اتكال عليك، انت بترفع وانت تأيد، اللي فيه الجب ليك. قلبك كله حب وطيبة، ومعاملاتك ليا عجيبة. قلبك كله حب حتى للشباب، مش شباب حتى للشباب، سندني ايديك. اتكال عليك يا سيد، اتكال عليك. قول انت وحديكم، أصرخ تسمع، أضعف ترفع، أصرخ تسمع، أصلا أنا غاب عليك يا سيدي. أنت بترفع وأنت تأيد، اللي بيلجأ ليك. اتكال عليك يا سيدي، اتكال عليك. مشغول بي يا سيدي، مشغول بي على اسمك يا يسوع متسمي. مشغول بي مدبر أمري، على اسمك يا يسوع متسمي. ليك رح أرنم وافتح فمي، ليك رح أرنم وافتح فمي، بذبايح ترضيك. اتكال عليك يا حبيبي، اتكالي عليك، انت بترفع وانت تأيد، اللي بيلجأ ليك. اتكال عليك يا سيد، اتكال عليك، انت بترفع وانت تأيد، اللي بيلجأ ليك. شكرا ليك يا رب. مرنم اللي جاي 4 مرات يقول له أيوة إلهي صالح، وكأنه كان بيتشكك كل مرة في حتة معينة، مرة في قدرته، ومرة في صلاحه، ومرة في جماله، ومرة في روعته، فيقول أيوة إلهي صالح، أيوة قدير، أيوة هو ضامن المسير، وكأنه برد على صوت جواه كان بيشكك في صلاح الرب. وأنا عايز أنا معاكم في الصبحية الجميلة دي نكون بنملأ الأجواء الروحية بتاعتنا بإعلان صلاح الرب في حياتنا. الوقت اللي فات كذا تليفون بيقول عن أمور صعبة بتمر بيها البلاد وكمان العالم كله، بس عارفين في نهاية المكالمة كنا بنقول إيه؟ تعبير يحمينا من سهام إبليس الملتهبة لتخش الأذهاننا وتخش القلوبنا وعقولنا. يظل الرب صالح. إمنا من فضلك فمك وقلبك وإعلانك بالكلام الجميل ده، يظل رب صالح بالرغم كل الأمور حتى لو كانت مزعجة، بس أنا بصدق أن لي إله قدير وعظيم. تقولوا أمين؟ سلم على اللي جنبك وقولوا الرب صالح.
انتم مبتسمين ولا انتم مكشرين بعد ما قلنا يظل الرب صالح؟ لا، ابتسامتكم ما فيش احلى منها. يلا نقول مع بعضنا، تحبوا توقفوا معايا فيها مره؟ انا خلاص قربت اخلص. تعالوا نقف مع بعض يلا بابتسامه حلوه نعلن صلاح الرب. ايوه الهي صالح، الهي امين. اسمعكم انتم صوت شعب الرب جميل تاني. ايوه الهي يشهد عنه امبارح وكل السنين. ايوه الهي حي حبه ملو زي. ايوه الهي حي جه علشاني وخد مكاني كان تدبيره صالح. ايوه الهي صالح صالح إلهي أمين يشهد عنه امبارح وكل سنين. إلهي عظيم. أيوة إلهي عظيم في العطاء كريم، في العطاء كريم فايض خيره ومليش غيره دايما هو صالح. أيوة إلهي صالح إلهي صالح إلهي أمين يشهد وكل السنين. إلهي قدير. أيوة إلهي قدير ضامن المسير. أيوة ضامن المسير هو سنيدي وماسك إيدي علشان هو. هللويا. أيوة إلهي صالح إلهي أمين يشهد عنه السنين. ايوه الهي صالح الهي امين يشهد عنه امبارح ابرع جمال. ايوه ابرع جمال صاحب الجلال. ايوه ابرع جمال صاحب الجلال فخري فيه وبعلي وبعلن انه صالح. ايوه الهي صالح الهي يشهد عنه امبارح وكل السنين. ايوه الهي صالح الهي قدير ضامن المسير. اعلن معايا. ايوه الهي قدير اطمن. ايوه ايوه الهي قدير وضامن المسير هو سنيد وماسك ايدي علشان هو إلهي. أيوة إلهي صالح إلهي أمين يشهد عنه امبارح وكل السنين. أيوة إلهي صالح إلهي أمين يشهد عنه امبارح وكل السنين. مين يعظم الرب ويشكره على قدرته وصلاحه؟ تفضلوا استريحوا، تفضلوا استريحوا. مكفينا بنعمته. تقولوا نعمتك غنية ونعمتك قديرة ونعمتك عظيمة. تيجي نفرح بنعمته اللي محوطانا للمرنم القديم راح قالوا نعمة تكفي طول. دي حاجة تطمننا وتفرحنا مهما كان ما في الرحلة. مبارك الرب إلهنا من يوم إلى يوم يحملنا أو يحملنا، يعني يوم بيوم زي ما يكون اليوم ده في إيه متشالين على الأذرع الأبدية. تقولوا أمين. نعمتك عظيمة يلي راضي بيا ودت ليا القيمة. ايديك بتحاوطني ايوه ايديك كريمة انت اللي مفرحني. مرة تاني نعمتك غنية. نعمتك غنية نعمتك عظيمة يلي راضي بيا ودت ليا القيمة. ايديك بتحاوطني ايوه ايديك كريمة انت اللي مفرحني ومديني الترنيمة. نعمتك شالتني في وسط كسوري. ايوه ايديك حامدني انت ليا سوري. مش متروك لي وحدي في ظروفي واموري انت بدت معايا هتكمل يا
حاوطني. ايوه ايديك كريمه انت اللي مفرحني ومديني الترنيمه. لعبتك بيتي ولقيت نفسي محمي متشال جواه عينك. انا مديون للنعمه انا مديون لصليبك. نعمتك غنيه نعمتك عظيمه ياللي راضي بيا. ايدك بتحاوطني ايوه ايديك كريمه انت اللي مفرحني ومديني الترنيمه. نعمتك بتخلص نعمتك تبرر واثق فيك وايماني انك انت تحرر. ودي مش حاجه مني انت اللي بتقرر. انت هتباركني اكتر مما تصور. خلص نعمتك تخلص نعمتك تبرر واثق فيك وإيماني إنك أنت تحرر. ودي مش حاجة مني أنت اللي بتقرر. أنت هتباركني أكتر مما تصور. نعمتك غنية نعمتك عظيمة ياللي راضي بيا. أيوه ايوه ايديك كريمه انت اللي مفرحني ومديني الترنيمه. يفرح الرب شعبه. تعال اختم معاكم بالكلمات دي. رب الافراح الحقيقيه يزيد شعبه. الرب يفرح قلبك في هذا الصباح. تقول امين. حتى اللي بيشاهدون الرب يملا قلوبكم وبيوتكم بالافراح السماويه بالرغم من الاوقات الصعبه اللي بيعيش بها العالم كله. لينا حق. انا ماليش دعوه هي الترنيمه اللي بتقول لينا حق. نقوم يلا نختم مع بعض واحنا واقفين واحنا فرحانين. لينا حق نقوم مرة كمان زين. لينا حق نقوم 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 ونرنم لك. لينا حق اليوم 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 نشهد يا مكلل يا مكلل بالهدى أيامنا وخيرك سهل. أثارك تقطر في دسمها أثارك تقطر في دسمها على شعبك اشهد بجمالك. لنا حق في كل المجد يا سيد. Stop.
وانت بتعظم الرب معايا. رب الافراح، رب الافراح الحق ليا، يزيد شعبك بالتعزية. رب الافراح بتزيد شعبك بالتعزية، قدامك تهرب، قدامك تهرب، احزاننا والحل يتبدل على يدك. لنا حق نقوم، نقوم، أيوة لنا حق اليوم، اليوم، اليوم نشهد عن لكل المجد يا رب. آمين. هاليلويا، هاليلويا. حقا يا أحبائي أمامه يهرب كل حزن ويهرب كل تنهد في محضر الرب، مكان الفرح. عشان كده قال المختبر ادخلوا إلى حضرته بترنم، دياره بالحمد، دياره بالتسبيح. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا، يستحق كل الحمد والشكر والتسبيح. يبارك الرب أخونا الحبيب باسم مع أخونا أمجد وأخونا كيرو، يستخدمهم الرب في كل مكان، سبب بركة لشعب الرب. قبل ما نصلي تعالوا معا ونحن وقوف نستمع معا إلى كلمة الله المقدسة كما جاءت من سفر صموئيل الأول إصحاح 27. سفر صموئيل الأول إصحاح 27. وقال داود في قلبه: إني سأهلك يوما بيد شاول. طب تعمل إيه؟ فلا شيء خير لي من أن أفلت على فين؟ إلى أرض الفلسطينيين. فييأس شاول مني فلا يفتش علي بعد في جميع تخوم إسرائيل فأنجو من يده. فقام داود وعبر هو والستمائة الرجل الذين معه إلى أخيش بن معوك ملك جت. وأقام داود عند أخيش في جت، هو ورجاله كل واحد وبيته، داود وامرأتاه أخينوعم اليزرعيلية وأبي جايل امرأة نابال الكرملية. فأخبر شاول أن داود قد هرب إلى جت، فلم يعد أيضا يفتش عليه. هو كده بالنسبة له داود الخطة بتاعته عملت إيه؟ الخطة نجحت. بصوا بقى الفشل اللي فيه داود من عدد 5. فقال داود لأخيش: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فليعطوني مكانا في إحدى قرى الحقل، اديني بيت أسكن فيه فأسكن هناك. ولماذا يسكن عبدك في مدينة؟ أنا ما استاهلش أسكن معك في المدينة، مدينة المملكة معك. قالوا لا، ده أنا مش هديك بيت، ده أنا هديك بلد. اداله مدينة بحالها. يقول الكتاب هذه الكلمات: فأعطاه أخيش في ذلك اليوم مين؟ صقلغ. لذلك صارت صقلغ لملوك يهوذا إلى هذا اليوم. وكان عدد الأيام، فترة الارتداد، شوف قعدت قد إيه. وكان عدد الأيام التي سكن فيها داود في بلاد الفلسطينيين قد إيه؟ سنة وأربع. بيعمل إيه في السنة وأربع شهور؟ وصعد داود ورجاله وغزوا الجشوريين والجرزيين والعمالقة، لأن هؤلاء من قديم سكان الأرض من عند الشور إلى أرض مصر. وضرب داود الأرض وأتل كمان، ولم يستبقي رجلا ولا امرأة، وأخذ غنما وبقرا وحميرا وجمالا وثيابا، ورجع وجاء إلى أخيش. فقال أخيش: إذن لم تغزو اليوم، يعني أنت رحت فين النهاردة؟ فقال داود: بلى، على جنوب يهوذا. أهو بيكذب، ونشوف الكذبة دي بعد شوية. وكمان وجنوب اليرحمليين وجنوب القينيين. فلم يستبق داود رجلا ولا امرأة حتى يأتي إلى جت، إذ قال: لألا
يخبروا عنا قائلين هكذا فعل داود وهكذا عادته كل أيام إقامته في بلاد الفلسطينيين. فصدق أخيش داود قائلا قد صار مكروها لدى شعبه إسرائيل فيكون لي عبدا إلى الأبد. آمين آمين. تفضلوا استريحوا. ما من إنسان يا أحبائي مهما كان عظيما ومهما كان غنيا مهما كان مقتدرا ومهما كان في كل شيء ناجح إلا ولحظة من اللحظات يصاب بلحظة أسميها لحظة اليأس. لحظة اليأس. جه عليك وقت مريت بلحظة يأس؟ جه عليك وقت مريت بلحظة يأس؟ يلي بتتابعنا عبر الشاشات جه عليك وقت شعرت ان انت يائس؟ عارف يعني ايه يائس؟ يعني كل الابواب في وشك اتسدت، اتقفلت كل الابواب. ويمكن واحد يقول لا انا مش مرت عليا لحظه يائس، ده انا طول عمري في حاله يائس. يمكن صدقني جاي الاجتماع النهارده وانت عندك يائس، بس جيت عشان متعود تحضر الاجتماع يوم الاحد، أو أنت النهاردة آخر اليوم قاعد في بيتك قدام شاشة الكارما بتقلب بين القنوات، جات الخدمة تيجي تسمعها وأنت بتسمعها وأنت أصلاً عندك حالة يأس. طب أنا أعرف أنه اللي بيصاب باليأس ده راجل غلبان، راجل مش لاقي ياكل، راجل فقير، راجل عنده مشكلة في بيته وعنده أزمات. حتى أنت يا داود عندك يأس؟ قال آه أنا عندي يأس. جالك منين اليأس ده يا داود؟ يقول هذه الكلمات في أول عدد في إصحاح 27، وقال داود في قلبه إني سأهلك يوما بيد شاول. أنا هموت على يد مين؟ أنا هموت على يد شاول، أنا هموت. طب تعمل إيه؟ الأفضل حل طالما شاول عاوز يموتني ويقتلني أنا أخليه ينسى واحد اسمه داود. هتعمل إيه؟ الأهرب. أفلت. هتروح فين؟ قال فلسطين خمس بلاد كبار، عقرون وأشقلون وأشدود وغزة وجت. أنا هختار جت، هروح عند ملك هناك اسمه أخيش، أروح استخبى عنده. أول شاول ما يعرف إن أنا رحت عند أخيش هيبطل يعمل إيه؟ هيبطل يدور عليا وهو يرتاح وأنا أعمل إيه كمان؟ وأنا أرتاح. والخطة اللي عملها نجحت ولا فشلت؟ نجحت نظريا، نجحت حسب المنظور الخارجي. ليه نجحت؟ لأنه فعلا كلمة الله بتقول في عدد 4 فأخبر شاول أن داود قد هرب إلى جت فلم يعمل إيه؟ فلم يعد أيضا يفتش عليه. الخطة نجحت، بس الخطة اللي نجحت دي حسب فكر الله ولا حسب فكر داود؟ حسب فكر داود. لكن قدام الرب انت بتتصرف بفشل، انت بتتصرف بجهل. خلينا علشان الوقت بتاعنا محدود اتكلم معاكم 3 كلمات. داود والراحة المتعبة. هي راحة، بس راحة اي راحة بترتاحها بعيد عن الرب كلها تعب. اي مكان ترتاح فيه والرب مش راضي تعب، اي تجارة تنجح فيها ورب مش راضي عنها تعب، اي علاقة سعيد فيها وربنا مش راضي عنها تعب، اي قرش يدخل جيبك ربنا مش راضي عنه هيجيب لك المرض والتعب، اي مشوار بتروح ربنا مش راضي عنه حتى لو بتتبسط فيه كله تعب. والشيطان عنده استعداد يرحب بيك، بيقول له اديني حقل اديني قرية، قال له حبيبي مش هديك حقل، ده انا هديك بلد. عارفين البلد دي اللي حصل لها بعدين؟ اتحرقت بالنار. عارفين ليه؟ مش من عنده. اي حاجه تدخل بيتي، اي حاجه في خدمتي، اي حاجه في شغلي، اي حاجه في علاقاتي طالما مش من الرب هيجي يوم وتعمل ايه؟ تتحرق بنار. قال له هديك مدينه، قال له بجد؟ قال له انا هديك مدينه. ارتحت يا داود؟ ارتحت، بس الراحه جابت تعب. داود والراحه المتعبه. 2، داود والتصرفات المؤسفه. تصرفات مؤسفة. عمل 4 تصرفات أسوأ من بعض. لما مشي برة الخطة، لما مشي برة المشيئة، أي حد برة الخطة بيلخبط. 3، داود ونعمة الله المصلحة. شكرا لله من كل القلب.
مش دي اللي كنا بنختم بيها وقت التسبيح؟ نعمتك نعمتك غنية. في نعمة بتصلح أخطائك، في نعمة بتصلح عيوبك. حد فينا في يوم من الأيام خد قرار غلط؟ يا ما خدنا قرارات غلط، يعرف يصلحها؟ أيعرف يصلحها؟ وده اللي الرب عمله معاه داود والراحة المتعبة، داود والتصرفات المؤسفة، داود ونعمة الله المصلحة اللي عرفت تصلح عيوبه. أولا راحة متعبة. مين اللي عامل مشاكل لداود؟ واحد اسمه شاول. مين شاول؟ في شاول في حياتك؟ في شاول في حياتك؟ قد يكون شاول شخص عامل لك قلق تعبك، قد يكون شاول حد معكنن عليكي، قد يكون شاول ده حد قريب في العيلة، قد يكون شاول ده جار، قد يكون حد في الشغل، قد يكون حد في الكنيسة. في شاول عامل لك قلق، في شاول معكنن عليكي، في شاول عامل لك رعب وضيق ووجع وحزن وغم وهم. قد يكون شاول مش شخص، قد يكون شاول مرض، قد يكون شاول احتياج، قد يكون شاول مشكلة مادية، مشكلة سكنية، قد يكون شاول حاجة عملالي قلق ورعب. والراجل ده اتعقد من حاجة اسمها شاول. ايه اللي تعبك من شاول؟ انا خايف. الراجل ده عاوز يعمل ايه يا جماعة؟ عايز يقتلني، عايز يخلص عليا. في حرب بتطردك في ذهنك، في موضوع في ذهنك بيطردك لدرجة من كتر ما انت بتفكر فيه في النهار بتحلم بيه بالليل. موضوع عامل لك قلق، لا عارف تاكل ولا تشرب ولا تنام ولا تشتغل بسبب هذا الشاول. نعم، هذا الشخص كان في حالة من اليأس، فقال في قلبه سأعمل ايه؟ سأهلك يوما بيد شاول. وما الذي أوصلك يا داود إلى هذه الحالة؟ قول ثلاث حاجات. رقم واحد طول الانتظار، رقم اثنين نسيان الاختبار، رقم ثلاثة ملل الحصار. رقم واحد طول الانتظار. الراجل ده من 14 سنة وهو صغير كان قاعد في الغيط عنده شوية غنم، عمال يعمل ايه في الغنمات دول؟ بيرعى الغنم. وبعدين كان سامع انه النهاردة البيت فيه دبايح وفي وليمة عظيمة في البيت وفرح وزغاريت، والناس كلها بتقول يا بختك يا يسى يا بيت لحم، يا بختك يا يسى يا بيت لحم. ليه يا جماعة؟ عارفين مين النهاردة جاي يزور بيت يسى؟ هتفاكر مين؟ صموئيل النبي. صموئيل النبي النهاردة زي البابا، صموئيل النبي ده رئيس طائفة، صموئيل النبي ده زي الرسول بولس في العهد الجديد. فالناس كلها بتقول ده النهاردة صموئيل العظيم جاي يزور بيت يسى، وكل عيال البلد متجمعة في بيت يسى، وكل أولاد يسى لابسين اللي على الحبل، ويسى نفسه عامل وليمة عظيمة. مين المسكين الوحيد اللي مش في الوليمة دي؟ صموئيل، داود عفوا. حد فاكر داود كان فين؟ كان قاعد يرعى شوية غنم. حد فاكر صموئيل اليوم ده كان راح يعمل ايه؟ يمسح ملك. قال له ما تبكيش على شاول، أنا رفضته، روح ليسى البيت لحمي لأني رأيت في بنيه ملكا، في واحد محترم أنا عايزه ملك. وجاء لي آب وأبينا داب وشمة، وجابوا كل أولاد داود. الرب يقول له سيبك ولا واحد، كل أولاد يسى، قال له ولا واحد من دول. يقول له ليه يا رب؟ ده طول بعرض. قال له مش بعناش من الطول والعرض، ما انتوا معاكم شاول طول بعرض، بوظ الدنيا وخرب الشعب. اسمع يا صموئيل، الإنسان ينظر إلى العينين أما الله فينظر إلى. قال له لسه في ملك في البيت ده بس مش موجود. فبص ليسى قال له يا عم يسى، قال له عايز ايه حضرة النبي؟ هل كمل الغلمان؟ دول كل عيالك؟ قال دول كل عيال اللي ينفع يستقبلوك. في حتة عيل صغير بيرعى الغنم، مين ده؟ داود. قال هات لي داود ده. أول ما دخل داود حتة العيل الصغير قال له أمام الرب مسيحه، هو ده اللي أنا عايزه، ده اللي اختاره الرب. واتمسح ملك. ومن يوم ما اتمسح ملك والمشاكل وراه، ومن يوم ما اتمسح ملك والمصايب وراه، ومن يوم ما اتمسح ملك وشاول عايز يعمل ايه، قعد تقريبا حسب كلام الشراح حوالي 14 سنة شاف المر. بس الحاجة الوحيدة اللي عمالين يصبروا بيها انت هتبقى، انت هتبقى ملك، انت هتبقى ملك، انت هتبقى ملك. اعتقد الراجل ده جاء على يوم كره انه هيبقى ملك. يا عم انا مش عايز ابقى ملك، انا عايز اروح البيت اقفل الموبايل بتاعي وانام ساعتين واصحى اتعشى واكل لقمه واروح الشغل بتاعي وارتاح. بس انت ربنا في رؤيه على حياتك، في رؤيه على حياتك، ربنا عاوز يباركك، عاوز يباركك، بس انا مش عاوز اتبارك، انا تعبت. ايه الفكره اني اتبارك وواحد عايز يموتني؟ 14 سنه بيقولوا لي هتبقى ملك، ما بقتش ملك. زي واحد تاني
قالوا له تبقى راجل عظيم. قعد 13 سنة يتبهدل، يترمي في البير ويترمي مين ده برضه. ربنا ليه رؤية في حياتك هيباركك ويستخدمك، قول أمين في اسم يسوع. ربنا ناوي يباركك، بس طالما في بركة الشيطان بيعمل إيه؟ بيحارب، لازم يحاربك، لازم يحاربك. في بركة على حياتك، في خدمة في حياتك، في استخدام عظيم في حياتك، لازم الشيطان يحارب هذا الانتظار. مش بس المشكلة طول الانتظار، لكن كمان نسيان الاختبار. أنا ربنا مش هينقذني، ربنا مش هيوقف معاي. ليه يا داود؟ مش فاكر لما كنت قاعد مع الغنمات اللي بنتكلم عنهم من شوية، وخرج على الغنم، مين فاكر إيه؟ أسد ودب. وقلت الجوليات ده ان انا قتلت الاسد والدب. طب مش فاكر جوليات الجبار اللي كان قد ايه؟ 6 أذرع وشبر. لما انت قتلته بخمس حجارة ملس لم تستخدم منهم الا حجر واحد، عمل برضو المسكين نسي هذا الاختبار. ايه كمان؟ الحصار. شاول عمل له حصار. زهقت من حياتك؟ زهقت من حياتك؟ كل حاجة متلخبطة؟ يمكن بتقول يا ريتني ما عملت كده، يمكن ندمان على اليوم اللي فيه اشتغلت بسبب الشغل الصعب واللي فيه مشاكل. ده مرة بنزور عروسة لسه متجوزة، ما كملتش يومين ثلاثة اتخنقت مع جوزها، قالت ما كانش ليا جواز، كان مالي ومال الجواز، ما كنت معززة في مكرمة في بيت أبويا، مع أنه في بيت أبوها لا كانت تاكل ولا بتشرب أصلا، لكن تقول لك أنا كنت معززة مكرمة، ما كانش، كان مالي ومال الجواز. النهاردة لما العيال بيتعبوا في المدارس كان مالنا ومال المدارس، لما تجيب عربية وتعطل كان مالنا ومال العربيات، لما بنعمل أي حاجة كان مال ومال ومال ومال. فالنهاردة أي مشكلة أي أزمة بتحصل مع أي حد، أنا كان مال ومال ده كله. داود جه على وقت أنا مال ومال الملك، ما أنا كنت مرتاح، شاول عمال يطاردني. لما تروح البيت اقرأ صموئيل الأول 19. عارفين في صموئيل الأول 19 شاول حاول يموت داود كم مرة؟ 7 مرات بأمانة في صح واحد، 7 محاولات اغتيال في إصحاح واحد. مرة يضرب الرمح، ومرة ينزلوه في سبت من فوق، ومرة مراته تخبيه، ومرة يبعت ناس تجري وراه. 7 مرات يحاول عايز يخلص عليه. يمكن في أمراض، يمكن في مشاكل في الشغل، يمكن في مشاكل في الفلوس معاك اليومين دول، يمكن في ضغوط خلتك جه عليك وقت وقلت سأهلك يوما بيد شاول. أنا الشغلانة دي هتخلص عليا، أنا الولد ده هيخلص عليا، أنا البنت دي هتخلص عليا، أنا الأزمة دي أو المشكلة دي هتخلص عليا، أنا المرض ده هيجيب أجلي، هيخلص عليا. داود والراحة المتعبة، تعمل إيه داود؟ قال لك أعمل إيه؟ أهرب، أهرب، بلا خدمة، بلا كنيسة، بلا مسحة، بلا ملك، بلا أكون عظيم في إسرائيل، مش يا عم أنا مش عايز ده كله، أنا عايز أبقى مرتاح، أنا عايز أريح دماغي، عليه وجع الدماغ ده، عليه القيل والقال. كلنا يا أحبائي وأنا معكم بل أولكم مرت علينا لحظات يأس ربما فيها أخذنا قرارات خاطئة. أنا لا أنكر أني مرة خدت قرار خاطئ، بس أشكر الله ربنا وقفه لي. لو ما كانش ربنا وقف لي القرار ده في وقت معين، أقل حاجة أقولها ما كنتش على المنبر دلوقتي في هذه الكنيسة. لكن نعمة الله وقفت كل القرارات وغيرت كل شيء وعدل الخطة وعدل المسار. وأنا واثق أنه اللي حصل معاي حصل مع ناس فيكم كتير. يا ما تجارة مشينا فيها وقفها لنا، يا ما جوازة مشينا فيها وقفها لنا، يا ما علاقات دخلنا فيها وقفها لنا. عارف ليه؟ نعمته بتصلح ونعمته بتغير كل شيء. لكن أنا مرات في يأسي باخد قرارات، مرات في يأسي بدخل علاقات، مرات في يأسي باخد أشياء وبعمل أشياء ممكن تسيء لي. هكذا يأس داود، خد القرار ده، قفلت واروح لمين؟ لأخيش ملك جت. بس خد بالك انت اسرائيلي واخيش ده شكله ايه؟ فلسطيني. ولغاية النهاردة مين مش طايقين بعض؟ لا اسرائيل ولا فلسطين. تروح عند الاعداء؟ لا، انا رايح للاعداء. وعلى فكرة لما راح هناك ارتاح من شاول ولا ما ارتاحش؟ لا ارتاح. شاول لم يعد يعمل ايه؟ بس انت المفروض ملك. لا مش عايز ابقى ملك. هات لي استأذنك صموئيل الأول 24 نشوف الآية بتقول إيه. صموئيل الأول 24 عدد 20. في 24:20 في واحد قال له أنت هتبقى ملك، والآن فإني علمت أنك تكون ملكا، وكمان وتثبت بيدك مملكة. مين شاطر قول لي الآية دي وهي قدامنا كده؟ حد يعرف الآية دي مين اللي قالها له؟ تخيلوا آخر واحد تتوقعه قالها له شاول اللي قال له الكلام ده.
هات لنا من عدد 15 من فضلك، لما كان شاول وداود بيطاردوا بعض، او شاول بيطارد داود، فيقول له فيكون الرب يعمل ايه؟ فيكون الرب الذي يقضي يعمل ايه؟ الرب الديان يقضي بيني وبينك ويرى ويحاكم محاكمه ويعمل ايه؟ وينقذني. بيقول لشاول عدد 16، فلما فرغ داود من التكلم بهذا الكلام الى شاول قال شاول اهذا صوتك يا ابن داود؟ ورفع شاول وعمل ايه؟ صوته وبكى وفضل يتكلم لغايه ما وصل لعدد كام؟ 20. فعدد 20 قال له انت فعلا هتبقى يعني عدوك شهد لك انك هتبقى ملك. طب روح لصح 25 عدد 30، اصح 25 في عدد 30 نشوف واحده ست اسمها ابي جايل، زوجة مين ابي جايل دي الاول؟ نابال. تقول له ايه؟ ويكون عندما الست بتتنبأ، ويكون عندما يصنع الرب لسيدي ايه؟ حسب كل ما تكلم به من الخير من اجلك ويقيمك رئيسا. يعني الرب قال له هتبقى ملك، وصموئيل قال له هتبقى ملك، وعدوه قال له هتبقى ملك، وابي جايل بتقول له، الوحيد اللي مش مصدق انه ملك هو الرب. النهارده بقول لك في رؤيه وبركه على حياتك وعلى بيتك، قول امين في اسم يسوع. في بركه على بيتك واولادك، اوعى تصدق صوت الشرير، اوعى تصدق الكلام السلبي. فالنتيجه للاسف عندما اراح نفسه راحه متعبه قام داود بارتكاب تصرفات مؤسفه. حد يعرف تصرفات المؤسفه؟ رقم واحد سرق، رقم اثنين قتل، رقم ثلاثة كذب، رقم أربعة تآمر. أجيب لكم الأربعة من النص الكتابي ابتداء من عدد ستة، إصحاح 27 اللي بنقرأ منه في عدد ستة. فأعطاه أخيش في ذلك اليوم، ما الشيطان طول ما يلاقيك برا الخطة، عايز فلوس يديك فلوس، عايز علاقات يديك علاقات، عايز شر يديك شر، طول ما انت قلت له أنا معاك هيديك اللي انت عايزه، طول ما انت بره المشيئة هيديك اللي انت عايزه، طول ما انت بره مشيئة ربنا هيديك اللي عايزاه. اداله صقلغ، يقول كتاب فأعطاه أخيش في ذلك اليوم صقلغ، لذلك صارت صقلغ لملوك يهوذا إلى هذا اليوم. فضل في الارتداد قلنا كم سنة؟ وكان عدد الأيام التي سكن فيها داود في بلاد الفلسطينيين سنة وأربع. حد واخد باله من تعبير غريب؟ كان المفروض يقول وكان عدد المدة أو السنين أو الشهور، لا ربنا عدها له بليه؟ عدها باليوم. كل يوم أنت برا المشيئة أنت عمال تعمل إيه؟ تنزف وتخسر. سنة وأربع أشهر، بص بقى بيشتغل إيه؟ وصعد داود ورجاله وغزوا مين؟ الجشوريين والجرزيين والعمالقة. يقول بعدها في عدد تسعة وضرب داود الأرض ولم يستبقي رجلا ولا حد. شاطر كده يقول للراجل ده شغال ايه دلوقتي؟ شغال قطع طرق، صح؟ شغال قطع طرق، بلغة النهارده شغال بلطجي وإرهابي، بلغة السوريين شبيحة، شغال بلطجي، شغال قطع طرق. عارفين ليه شغال قطع طرق؟ لأنه معاه كام راجل؟ معاه 600، وال 600 دول راجل وال 600 أسرة، 600 أسرة، لو كل أسرة ستة يعني معاه حوالي 3600، 4000 بني آدم عايزين ياكلوا ويشربوا. طب ياكلوا ويشربوا منين؟ ما أخيش كتر خيره اداله إيه الراجل؟ اداله مدينة. فأنت بقى أعمل إيه؟ أكل نفسك. طب ياكل منين؟ اشتغل بلطجي، اشتغل قطاع طرق، ينزل على البلاد ياخد كل اللي فيها. طب أنت دخلت بلد خدت منها خمس حاجات أو ست حاجات، إيه الحاجات اللي خدها؟ يقول الكتاب وأخذ غنما وبقرا وحميرا وجمالا وثيابا. خدت البقر والحمير والجمال والغنم. نسألك سؤال بسيط، ليه بتقتل الرجال اللي في البلد؟ ليه تقتل الستات اللي في البلد؟ أنا واثق إن فيكم ناس يمكن أول مرة تسمع عن داود الكلام ده، إنه داود كان قطع طرق، إنه داود عمل كده. مين شاطر يقول لي ليه داود قتل الرجال وقتل الستات؟ عارفين ليه؟ الكتاب فسرها لنا، كملوا معايا النص الكتابي. عدد عشرة، لما شافوا أخيش راجع بغنم وبقر وجمال وثياب، فقال أخيش إذن لم تغزو اليوم، حسب الترجمة أين غزوت اليوم؟ رحت فين؟ يقول الكتاب فقال داود بلى على جنوب يهوذا. سؤال، هو راح يهوذا؟ أمال ليه بيقول راح يهوذا؟ أنت رحت ثلاث أماكن قريناهم من شوية، مين فاكرهم؟ الجشوريين وكمان الجرزيين والعمالقة. ما قربش من يهوذا، ليه بتكذب؟ ليه بتقول رحت يهوذا؟ مين شاطر قول لي السبب؟
علشان يثبت لأخيش إن أنا بقيت معاك، وإن بتوع يهوذا دول أنا إيه؟ أنا ضدهم، ولو أضلهم أكلهم بسناني، أنا بتاعك أنت النهاردة، أنا راجلك أنت. لكن هو ما قربش من يهوذا. حد يعرف ليه ما يقدرش يروح يهوذا؟ لو راح يهوذا مين همسكه هناك؟ يمسكوا شاول. فهو هنا رقم واحد سرق، رقم اثنين قتل، رقم ثلاثة كذب. برضو ما جاوبناش على السؤال سألناه من شوية، هو ليه قتل الرجالة وقتل الستات؟ عارفين ليه؟ عشان بعد ما قتل الرجالة والستات لما رجع لملك أخيش قالوا أنا رحت ضربت لك الناس اللي بيكرهوك، بتوع مين؟ بتوع يهوذا. فممكن حد من الرجالة والستات بتوع البلد اللي ضربها يروح يعمل إيه؟ قالوا لا الراجل ده ضربنا، يا ابني انت منين؟ انا من العمالقه، انا من الجرزيين. قالوا انت بتكذب عليا، ما هو الجماعه عايشين وجايين يعملوا ايه؟ جايين يشتكوا منك. فعشان ما حدش يشتكي ولا يفضح الكذبه بتاعته راح عمل ايه كمان؟ يا هو ممكن المؤمن يعمل كده؟ هو ممكن الخادم يعمل كده؟ هو ممكن المرنم يعمل كده؟ هو ممكن المسبح داود الشاعر اللي قلنا عليه من كام أسبوع إنه ملكاً ونبياً وشاعراً وفارساً ومتفرساً وحارساً، هذا العظيم يعمل كده؟ المؤمن بعيد عن نعمة الله يعمل أعمال ألعن من الخاطي. إن ما كانتش نعمة الله تحفظك أنت ممكن تعمل أي حاجة في الدنيا، إن ما كانش نعمة ربنا تحرسك أنت ممكن تعملي أي حاجة في الدنيا. أنت اللي مخليك كويس مش إنك كويس، لكن نعمة الله اللي فيك، نعمة الله اللي فيكي. سنة واربع أشهر بيقتل، سنة واربع شهور بيسرق، سنة واربع شهور بينهب، سنة واربع شهور حالة من الضعف. كملوا معي النص الكتابي في عدد 11، فلم يستبق داود رجلا ولا امرأة حتى يأتي إلى جت، إذ قال داود قال في نفسه لألا يخبروا عنا قائلين هكذا فعل داود وهكذا. بص الكلمة الصعبة اللي جاية، وهكذا عادته كم يوم؟ كل أيام إقامته في بلاد، كل يوم يروح ينهب ويقتل ويضرب وياخد فلوس ويأكل الناس ويقول له تمام يا فندم قتلت لك كل يهوذا، خلصت لك على يهوذا. داود يعمل كده؟ اه داود يعمل كده، وانا ممكن اعمل كده، وحضرتك تعمل كده، وحضرتك تعمل كده، وحضراتكم تعملوا كده. طول ما انت بعيد عن نعمة الرب، طول ما انا مش في الخطة الإلهية، طول ما انا سالك بالجسد، طول ما أنا ماشي بدماغي، طول ما أنا بعمل كل حاجة صح. طبعاً كان كل ما يقتل أكتر وكل ما يجمع مال أكتر وكل ما يغزو بلاد أكتر كان مين بيحبه أكتر؟ أخيش بيحبه أكتر وبيثق فيه أكتر وبيصدقه أكتر. يا ما في ضعفنا أحباب نعمل حاجات ما تتعملش ونقول كلام ما يتقالش وندخل علاقات ما ينفعش بندخلها، وياما واحنا بعيد عن الرب نعمل كل شيء مشين. ان لم تحفظنا نعمه الله كلنا معرضين ومعرضون للخطا. داود والراحه المتعبه، حب يرتاح، ايه اللي حصل له؟ راح تعب. على فكره هو ارتاح ماديا لانه بقى عنده جمال. حد فاكر الايه اللي قالها في اول الاصحاح؟ وقال داود في قلبه إني سأهلك يوما بيد شاول فلا شيء، كمل الكلمة بعدها خير. دول بيدور عليه هنا على الخير. في واحد زي الراجل ده قبل داود بحوالي يمكن 700-800 سنة قال نفس الكلمة، قال لواحدة مراته قال لها لكي يكون لي خير بسببك. مين ده؟ إبراهيم. وعلى فكرة الراجل ده خد جمال وخد بقر وخد غنم وخد ثياب، برضو إبراهيم خد جمال وثياب وغنم بس اسال سؤال، حد فاكر ابراهيم وهو في مصر وهو في الخطيه وفي الضعف بنى كم مذبح؟ ولا مذبح. طب حد فاكر داود هنا خلال السنه واربع شهور كتب كم مزمور؟ ولا مزمور. وانت بعيد لا تعرف ترنم ترنيمه ولا تقول مزمور ولا تصلي صلوه ولا توعظ وعظه ولا تحضر اجتماع تشعر بمسحه الرب، طول ما انت في حاله من الضعف والارتداد. بس ابراهيم لما عمل كده كان فاكر انه ده خير، وهنا داود يقول انه ده برضه انه ده خير. يا ما خير بيدخل علينا ويا ما خير بيقول انه هو ده خير، بس هذا الخير بيكون اساس كل تعب وكل الم وكل وجع. تعالوا نختم بالنعمه المصلحه، قول له بشكرك انك بتصلح اخطائي، اشكرك انك بتصلح عيوبي. بقوا حبايب مين ومين دلوقتي؟ اخيش وداود. وداود يقول عن اخيش الملك بتاعنا، واخيش يقول عن داود الراجل
الراجل بتاعنا وكل حاجة ماشية زي الفل، لغاية ما جه موقف انت تبان فيه معانا ولا علينا. إصحاح كامل الكلام ده، إصحاح 29. وجمع الفلسطينيون جميع جيوشهم إلى فين؟ إلى أفيق، رايحين يحاربوا مين؟ لإسرائيل. وإسرائيل عاملين إيه في اليوم ده؟ نازلين على العين التي في إسرائيل، وعبر أقطاب الفلسطينيين، جيوش إسرائيل كل فلسطين كلها طلعة مئات وألوف، وعبر داود ورجاله في الساقة مع أخيش. الرجال الأقطاب بتوع عقرون وأشقلون وأشدود وغزة، أول ما شافوا داود طالع يحارب مع أخيش قالوا مين ده اللي انت جايبه لنا يحارب؟ قالوا مش عارفين مين ده، ده الراجل بتاعنا، ده الراجل ده رقبته سدادة يا جماعة، ده الراجل ده كل يوم بيروح يعمل ايه؟ يقتل بتوع يهوذا وشغال معانا. طبعا هم عارفين كل الكلام ده ايه؟ كل الكلام ده كذب. بصوا تقول كلمة الله أحبائي ابتداء من عدد 4، وسخط، يعني سخط غضبة، وسخط عليه رؤساء الفلسطينيين، وقال له رؤساء الفلسطين ارجع، رجع الرجل ده، ارجع الرجل فيرجع إلى موضعه الذي عينت له ولا ينزل معنا إلى الحرب. ليه؟ الرجل ده لو راح يحارب هناك في الحرب هيعمل ايه؟ يتقلب عدو الرجل ده، لحنا لهو ما يطلعش يحارب. الشيء الغريب ان هم مش عايزين يحارب. داود كان عايز يحارب ولا مش عايز يحارب؟ الشيء المستفز ان داود كان عاوز يحارب. داود عاوز يحارب. داود دلوقتي مش فارق معاه ولا حاجه خالص. داود اللي فارق معاه انه بياكل وبينام ومعاه فلوس وبيرتاح ومراتاته حواليه وعياله حواليه والشعب اللي معاه مرتاح. داود عاوز يطلع يحارب لدرجه انه راح للملك قال له حضرة الملك ما ليه بيعملوا معايا كده، انا عاوز اطلع احارب معاك. قال له حبيبي انا عارف ده. قال له كلمه، قال له انت كملاك الرب، انت بالنسبه لي ملاك يا داود وانا عايز اخدك معاي، بس مش هخسر شعبي. مين اللي خلى الاقطاب بتوع الفلسطينيين ما يخلوش داود ينزل الحرب؟ أبوك السماوي. شفت الرب وأمانة الرب. ده بسأل سؤال، لو كانوا أقطاب الفلسطين ما تكلموش وداود طلع حارب، أو أخيش زعق فيهم قالوا ما لكمش دعوة هيحارب يعني حارب، لو كان داود طلع حارب ضد يهوذا مين يقول لي مشكلتين كان ممكن يحصلوا؟ أبسط مشكلة كان ممكن داود يعمل إيه في الحرب؟ يموت. الأصعب منها بقى لو كان داود حارب ضد شعب الله، ما كانش ينفع بكرة وبعده يحكم شعب الله. تخيلوا، قلوا بشكرك على أبواب قفلتها في وشي عشان تباركني وعشان تستخدمني وعشان تعزيني وعشان تعمل أعمال عظيمة في حياتي. يا ما حاجات انت كنت ماشي فيها وربنا قفل الباب، عارف ليه؟ لكي يحسن إليك في آخرتك. داود كل يوم النهاردة مش بيحارب للرب، بيحارب لمين؟ لنفسه. ده أبيجايل قالت لك كلمة، الكلمة دي نفسي نقراها مع بعض في إصحاح 24 عدد 28، لما راح تقول له حقك عليا ما تاخدش على جوزي ده راجل غبي، بتقول له إيه؟ بتقول له هذه الكلمات في عدد 28، إصحاح 24 عدد 28، تقول كلمة الله إنه قالت له وعبدك يحارب حروب مين؟ حروب الرب. لكن هل داود هنا كان بيحارب حروب الرب؟ بيحارب حروب مين؟ بيحارب حروب نفسه. يروح ربنا موقف الموضوع في وش داود وداود ما يطلعش يعمل ايه؟ ما يطلعش يحارب. عارف مين اللي عمل ده كله؟ أبوك السماوي. ياما مشوار، ياما مشروع، ياما علاقة، ياما موضوع كنت بتبكي بالدموع عشان يتم، وكان نفسك الموضوع ده يخلص على خير، وروح ربنا يعمل ايه؟ ربنا يوقفه لك. قل له أشكرك أنك وقفت كل حاجة. يا ما صدمات بتوقفنا عند على رجلينا من جديد، يا ما أمراض بتجيبنا للرب، يا ما أحزان بتجيبنا للرب. كنت بزور أحد الأحباء في مبابة الأسبوع اللي فات، قال لي كنت أكتر واحد في السوق يشرب مخدرات ويشرب كل أنواع المشروبات، مفيش خطية ما عملتهاش، صوتي يجيب آخر السوق والناس كلها عارفاني، من كتر ما بيشرب 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 المسكين وقع، النبض راح من إيده خالص، جروا بيه على الطبيب، الطبيب قال لهم يموت في البيت أحسن، أنتوا جايبينه ميت. لدرجة واحد من العيلة كان هيضرب الدكتور وتخانق معاه، قال له اعمل ايه؟ قال له ما اعرفش اعمل له حاجة، خدوه يموت في البيت، ده هيموت بعد شوية بعد ساعات. هم بيجروا على دكتور تاني لسه بيقفل لحقوه، يا دوب بدأ يفوقه من جديد. أول ما فاق من جديد أبوك السماوي استلم حياته، وحاضر معانا في الاجتماع عم ناصر، ربنا يباركك ويستخدمك على عمل الله في حياتك. عم ناصر أول ما عرف الرب وجه للرب قال نفسي في حاجة واحدة بس، أقرأ الإنجيل بتاعك. لا دخل مدارس ولا يعرف ألف من كوز،
من كوز الذرة. سيدك يخليه الحاجة الوحيدة اللي يعرف يقراها كلمة الله بالتشكيل كمان. يفتح عيني أبوك السماوي على الكلمة المقدسة. يعرف يجيبنا بالمرض؟ يعرف. يعرف يجيبنا بحوادث؟ يعرف. يعرف يجيبنا بمشاكل كبيرة؟ يعرف. يقفل كل الأبواب عشان يعمل إيه؟ يردك مرة ثانية. يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر. حد فاكر إبراهيم كذب كم مرة؟ مرة ولا مرتين؟ قال إنها أختي مرتين. طب حد عارف داود عمل العملة دي مرة ولا مرتين؟ ها؟ حد فاكر عملها برضو مرتين؟ إبراهيم كذب مرتين قال إنها أختي، وداود كذب مرتين وهرب. مرة هرب والرجالة بتوع الجيش هم اللي طردوه، لكن في مرة تانية في صح 21، في 21 راح برضو عند ألي مالك، ولما عرفوه حب يعمل نفسه، عمل نفسه مجنون وغير عقله. كانوا هيموتوه، مين اللي أنقذه؟ الرب اللي أنقذه. يا ما مرات انت حطيت نفسك في حتت ما ينفعش تحط نفسك فيها، بس ربنا سترها عليك. كله أشكرك لأجل سترك، ولأشكرك لأجل سترك. اوعى تزعل لما ربنا قفل أبواب في حياتك، صدقني كان بيحميك. عارف من مين؟ من نفسك. بيحميك من نفسك. يا ما شدك من حتة لو كنت كملت فيها كنت ضعت، يا ما شدك من موقف لو كملت فيه كنت ضعتي. انت في يأسك اخترت اختيار غلط، انا في يأسي خدت قرارات غلط، انا في يأسي هربت من ربنا، لكن الاقي ربنا في نعمته بيعمل ايه؟ هو اللي بيحميني، هو اللي بيطبطب عليا. الراجل ده في حالة من اليأس، في حالة من الضيق، اخذ قرار ان يستريح، لكنها راحة متعبة. في قلب الراحة المتعبة ارتكب وفعل تصرفات مؤسفة، لكن أشكر الله النعمة عملت إيه؟ صلحت كل شيء. حد فاكر هو خد كل القرارات دي كلها بسبب راجل اسمه إيه؟ وقال سأهلك يوما يا دكتور نبيل إيه؟ بيد شاول. بس حد فاكر شاول إيه اللي حصل له؟ شاول مات وداود بقى ملك. شاول مات على جبل جلبوع، مش كده؟ لكن الراجل العظيم ده بقى ملك عظيم. يا ما حاجات انت عمال تحسب لها وهيحصل وخايف من اللي يحصل. سيدك بيقول لك اوعى تخاف من شيء طول ما انا معاك، اوعى تخافي من شيء طول ما انا معاكي. عمال تقول موت، غلا، هنروح فين، هنتفضح، كل حاجة هتضيع، الدنيا هتتبهدل، هتفكر افكار كتيرة، بس مشيت ابوك السماوي هي اللي هتثبت في الاخر. هختم معاكم بمزمور داود قاله، أول مزمور قاله بعد التجربة ما خلصت. حد يعرف مزمور كم؟ المزمور اللي قاله بعد ما الرب أنقذه، بعد ما غير عقله والرب أنقذه، مزمور 4. تيجي نقول المزمور كلنا بصوت واحد مع بعض نختم بيه قبل ما نصلي. مزمور 34 ده قاله داود بعد ما الرب أنقذه. عنوان المزمور إيه؟ مزمور لداود عندما غير عقله قدام أبي مالك فعمل إيه؟ فطرده فانطلق. قولوا معي ماذا قال؟ أبارك الرب، هللويا، أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون، عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا، طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني، نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل، هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه، ملاك الرب حال حول خائفي وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه، اتقوا الرب يا قدسي لأنه ليس عوز لمتقيه، الأشبال احتاجت وجاعت وأما طالبوا الرب، هللويا، فلا يعوزهم شيء من الخير. هلما أيها البنون اسمعوا إلي فأعلمكم مخافة الرب، من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش، حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلامة واسعى وراءها، عينا الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم، وجه الرب ضد عاملي الشر ليقطع من الأرض ذكرهم، أولئك صرخوا والرب سمع ومن كل شدائدهم أنقذهم،
قريب هو الرب من المنكسر القلوب ويخلص المنسحق الروح، كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب، يحفظ جميع عظامه، واحدة منها لا ينكسر، الشر يميت الشرير ومبغض الصديق يعاقبون، الرب فادي نفوس عبيده وكل من اتكل عليه. عظم هذا الإله العظيم، ما أروع هذا الإله. سنة واربع شهور ما كتبش مزمور، سنة واربع شهور ما صلاش صلوة، بس أول ما طلع رجعت المزامير، رجعت البركات، رجعت التعزيات. كتر أغانيك يا مسافر، إحنا في ترحال. إمتى تعرف تغني؟ إمتى تستمتع بوعظة؟ إمتى تستمتع بصلوة؟ إمتى تستمتع بأكلة، بقعدة، بأي حاجة في حياتك؟ لما تكون في الخطة الإلهية. كم حضروا خليني في الخطة الإلهية يا رب، حتى لو في يأس، حتى لو في أخبار كلها يأس اليومين دول، لكن عيني دايما عليك أنت وحدك. سكن قلبك قدام الرب وصلي، تعال في روح الصلاة، قل له رب لا تسمح أن اليأس يأخذني بعيدا عن شخصك، لا تسمح لليأس أن يقتل حياتي يا رب. يا ما كتير في اليأس هربت الناس وهربت العلاقات وهربت التجارة وهربت الأمور المادية، وكنت فاكر فيها الراحة، كنت فاكر فيها الشبع، كنت فاكر فيها راحة القلب، لكن كان كلها مرار ودمار، كلها ألم، كلها وجع. تعال من جديد النهاردة يا رب، ساعدني أعيد ترتيب حساباتي، أعيد ترتيب أولوياتي. قولوا بشكرك على الأبواب اللي بتقفلها، أشكرك على كل مرة صممت بنعمتك إنك تلخبط حاجات أنا عملتها بحكمتي وبدماغي. ساعدني النهاردة مرة تانية يا رب إن أكون في خطتك الحقيقية، وأكون مش زي ما أنا عايز لكن زي ما أنت عايز، في مشيئتك، في إرادتك. تعالوا النهاردة نرنم مع بعض وإحنا في روح الصلاة الكلمات اللي جاية، ونقول يا رب إحنا محتاجين أنت وحدك اللي بتكون فعلا بتعمل شيء جديد في حياتي. بشكرك على كل تصليح بتعمله في حياتي، بشكرك على كل تغيير، بشكرك على كل حاجة بتعملها صح، بتكون لمجد اسمك، حتى لو مش عجباني، حتى لو مش مزعلاني، لكن في الآخر بحكمتك انت ماسك زمام الأمر، كل الأمور في إيدك انت مهما كان الأمر عسير يا رب. هللويا انت وحدك ماسك زمام الأمر. أيوة يا رب، كل الخيوط في يدك. أمين يا رب، وأمين بطول العمر. قل له الكلمات دي، انت وحدك، انت وحدك ماسك زمام الأمر، كل الخيوط، كل الخيوط في يدك، وأمين، وأمين بطول العمر. أيوة، ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا كلام عالي وإيدك قديرة، أشكرك. قلبك مليان حنان، ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا في كلام عالي وإيدك قديرة، قلبك مليان حنان. صالح انت ومحسن، صالح بطول العمر، وفي سترك انت نسكن مهما السنين تمر، مهما الظروف تعاني ونمرت الازمات، تفضل بتقود وساند في اصعب الاوقات، مهما الظروف تعاني تفضل بتقود وساند في أصعب الأوقات، ما بتدلي إلا الخير مهما المشهد صلاح، كله بأمرك يصير، دي وعودك، تفاصيل العمر عندك وحسبها بالإتقان، وحياتي هي ملكك، حبك أفضل ضمان، تفاصيل العمر عندك وحسبها بالإتقان، وحياتي هي ملكك، حبك أفضل ضمان. الدين عليك تشوفك وتصدق بالإيمان، ده مفيش أمر يفوت
موتك وفي ايدك السلطان. يا حبيبي ساعدني اشكر واسلم واستريح واخضع لك ربي واصبر، انت حكمك صحيح. يا حبيبي ساعدني اشكر واسلم واستريح واخضع لك ربي واصبر، انت حكمك صحيح. يا رب انا بصلي في اسم يسوع المسيح، كل كلمه كلمتنا بيها النهارده، كل درس علمته لينا يكون سبب بركه لحياتنا في اسم يسوع. ساعدنا يوم ما نيأس ونهرب، نهرب ليك، نهرب منك ليك، ونختبئ دايما عند قدميك. انت وحدك مصدر كل راحه، يا من نقرنا لانفسنا ابار ابار مشققه لا تضبط ماء. يا ما كتير علمونا وعلمتنا نشكرك على الابواب اللي فتحتها، بس علمتنا كمان النهاردة نشكرك حتى لما الأبواب بتتقفل، لأنه نعمتك بتفتح باب ما حدش يقفله أبدا. يا من قلت ها أنا ذا جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه. بنشكرك يا رب أنك بتمنع كل باب بيعطل المستقبل اللي مليان خير وبركة قدامنا. يا رب بصلي إملى بيوت عبيدك بخير وبنعمة وبإحسان. بصلي في اسم يسوع حمق كل مشورة لعدو الخير في حياتنا، كمل بالبركة ولك كل المجد. تعال نقف كلنا نقول مع أخونا باسم كتر أغانيك، وإحنا في رحلة وإحنا في برية وإحنا ماشيين في الرحلة بنغني لهذا الإله العظيم المبارك. احنا في ترحال شد الاوتار والصام خلي بتشال، كتر اغانيك يا مساب احنا في ترحال شد الاوتار والصام خلي بتشال، خلي الاشواق شغاله والروح شغال اسند في قلوب الرحال يحيي الابطال، خلي الاشواق شغاله والروح شغال يسند في قلوب الرحال يحيي الابطال. كتر اغانيك كتر اغانيك كتر اغانيك يا مسافر احنا بترحال، كتر اغانيك يا مهلل بكلام الله واغاني الحان اللي من نغمه هللويا، كتر اغانيك يا مهلل بكلام الله واغاني الحان اللي من نجم هللويا، اضبط وترك على اصوات الروح المكتوب وحد نغمك مع نغمات الشعب المحبوب، اضبط وترك على اصوات الروح المكتوب وحد نغمك مع نغمات الشعب المحبوب، كتر اغانيك كتر اغانيك بكلام الله، كتر اغانيك واتكلم واخز الشياطين الغنى يصبعهم ويجيبهم عند القدرين، كتر اغانيك واتكلم واخز الشياطين الغنى يصبعهم ويجيبهم عند القدمين، ضرب الاوتار والسقف وبوق الفرحين هتف الابرار والكفه عليك بامين، هتف الأبرار والكفة عليك بأمين، كتر أغانيك كتر أغانيك كتر أغانيك واتكلم واخز الشياطين، كتر أغانيك يا معلم صوت الإيمان علام الروح اللي محلي بحب الفرحان، كتر أغانيك يا معلم صوت الإيمان علاج الروح اللي محل حب الفرحان، محلى التجميع اللي يخلي كل الإخوان رافعين أسماء المتجلي طيب العرفان، محلى التجميع اللي يخلي كل الإخوان رافعين أسماء المتجلي طيب العرفان، كتر أغانيك
كفر ايامها ويحلى المسيح. يلا قول معايا كفر اغانيه طولها قول عنه كتير بالذكر مقصر ايامها يحلى المسيح. بتقول الغربة وهتعبها بتهون الغربة بتهون الغربة وهتعبها لحظة منطير من عدمتها ومن ألمتها وجه المنير. كتر أغانيك كتر أغانيك كتر أغانيك طولها قول عنه كتير من كل القلب. يا أحبائي ما من مرة أتينا إلى محضر الرب إلا ووجدنا الرب قد أعد لنا مائدة مشكلة من الفرح والتعزية والحضور الإلهي. لا يوجد في هذه البرية ما يسر القلب ولا يفرح النفس إلا الوجود في محضر الرب. أمامه شبع سرور وفي يمينه نعم. فاكرين الست اللي كانت وهي بتاكل بتعيط وهي بتصلي بتعيط وهي في كل حاجة حالة من البكاء حتى جوزها قال لها كفاية عياط يا حنة لماذا تبكين ولماذا لا تأكلين ولماذا يكتئب قلبك. وقفت قدام الرب تقول كلمة الله بكت بكاء. عارفين ليه بكت بكاء؟ لأنه تقال عن فنينة كانت تغيظها غيظا بقدر ما تغاظت بقدر ما كانت بتبكي. علي الكاهن قال لها كلمة حد فاكرها؟ اذهبي وإله إسرائيل يعطيك سؤلك. أنا بصلي الروح القدس وها كل واحد النهاردة إله إسرائيل يعطيك سؤلك. عارفين بعد ما سمعت كلمة عملت إيه؟ تقول كلمة الله قامت وأكلت ولم يعد وجهها بعد مغيرا. مين اللي فرد وشها؟ اللي فرد وشها يفرد وشك في اسم يسوع ووشك ويفرحنا ويعزينا ويشجعنا. شكرا مرة تانية وعشرة وألف مرة للرب الذي لمسنا وعزانا وغزانا بكل كلمة وكل تسبيحة وكل ترنيمة. بينما نستمع إلى عددي ترنيم مع الأخ الحبيب الأخ باسم. الواقع على داود ان كان هيموت يعني هيموت. ده الملك اللي عايز يموته مش واحد من المملكة. بس الناس قالوا لي ازاي تصدق واقع تاني؟ بس انا هغلب ضعفي ومرضي وخوفي وكل الواقع المؤلم هغلبه بإيماني وصدق في القدير. ان زي ما كنا بنقول مع الفاضل جناب الأسيس أمجد ان هو بالحكمة ماسك زمام زمام رام. واقع انت وعدت انك تديني واقع تاني انت وعدت تخلي قلبي في حتة تاني انت وعدت انك تديني واقع تاني انت وعدت تخلي قلبي في حتة تاني انت وعدت تملى يومي بالاغاني انت وعدت انك هتفرح نفسي تاني انت وعدت هتملى يومي بالاغاني انت وعدت انك هتفرح نفسي تاني انا مستني انا مستنيك رغم الصروف رغم الليالي انا مستنيك رغم الصروف
رغم الليالي. الناس قالوا لسي هتصدق واقع تاني، يمكن يحصل يمكن لا. الناس قالوا لسي هتصدق واقع تاني، يمكن يحصل يمكن لا، يمكن تعاني. لكني سامع صوت في قلبي ملكاني، صوت واضح أقوى من أي واقع تاني. لكني سامع صوت في قلبي ملكاني، صوت واضح أقوى من أي. هو اللي بيدعي الغير موجود، هو اللي بيدعي الغير موجود وكأنه أمامي. هو اللي بيدعي الغير موجود وكأنه أنا هغلب، أنا هغلب ضعف ومرض وخوفي بإيماني، وهصدق في المجد اللي جاي ومش هداري. أنا هغلب ضعف ومرض وخوفي بإيماني، وهصدق في المجد اللي جاي ومش هداري. هشهد عنه، هشهد عنه واهتف لاسمه بكل أحوالي، ولأنه معايا فجري جاي. هشهد عنه واهتف لاسمه بكل أحوالي، ولأنه معايا فجري جاي بالأغاني، ولأنه معايا الخير والرحمة يتبعاني، ولأنه معايا الخير والرحمة. قوله أنا مستنيك بالرغم من، أنا مستنيك رغم الظروف رغم الليالي، أنا مستنيك رغم الظروف رغم الليالي.